موجز الأخبار يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. حثت وزيرة الدولة للهجرة السفيرة نبيلة مكرم المصريين بإيطاليا على المشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وخلال لقائها مع الجالية المصرية بمدينة ميلانو الإيطالية، قالت مكرم إن مصر بحاجة إلى إبراز دور المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفة أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني. وكرمت الوزيرة اثنين من رموز الجالية لتفوقهما العلمي والرياضي. قالت بعثة الكويت في الأمم المتحدة إن مجلس الأمن سيجري اليوم تصويتا على مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في سوريا للسماح بتسليم المساعدات والإجلاء الطبي. وذكرت وكالة رويترز أن روسيا اقترحت تعديلات على المشروع الذي صاغته السويد والكويت دون ذكر أي تفاصيل إضافية بخصوص تلك التعديلات. دعا الاتحاد الأوروبي لوقف فوري لإطلاق النار في الغوطة الشرقية وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل. وفي بيان وافقت عليه كل حكومات الدول الأعضاء بالتكتل، قال الاتحاد الأوروبي أنه لا يجد كلمات لوصف الرعب الذي يعيشه سكان الغوطة الشرقية، وأضاف أن دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق وحماية المدنيين واجب أخلاقي وأمر عاجل. وللمزيد من المتابعة معنا على الهاتف الأستاذ عمرو أحمد الكاتب الصحفي. أستاذ عمرو، بعد التحية، برأيك هل سينجح مجلس الأمن هذه المرة في اتخاذ قرار بشأن الوضع في سوريا؟ والله يعني هو مجلس الأمن يقدر ان هو يعني مثلا يطبق موضوع الهدنة، ولكن لا يخرج الموضوع خارج إطار وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، إن مجلس الأمن يعني غير فاعل بشكل أكبر في هذا الملف، يعني هي حدوده من الأساس. نعم، هل سيشمل مشروع القرار جميع الفصائل والجماعات المسلحة على الأرض السورية، أما هناك بعض الجماعات المسلحة أو والفصائل المستثنى من هذا القرار؟ والله يعني حتى الآن يعني هو الموضوع بيتحدث عن الغوطة الشرقية، يعني النظام السوري يعني يتحدث بأن الغوطة تجمع العديد من الميليشيات التابعة لجبهة النصرة التابعة بالأساس لتنظيم القاعدة في سوريا، ولكن يعني ليس هناك رقيب على من يخرج من المدينة، يعني في حال قاموا بعملية تهجير المواطنين أو إدخال مساعدات أو يعني إيجاد مجموعة من الممرات الآمنة لخروج المواطنين، يعني من يضمن، من هو الضامن أو الجهة الضامنة لخروج عناصر من جبهة النصرة خارج المدينة وبالتالي القيام بالعديد من العمليات الإرهابية في الداخل السوري أو الانتقال لبؤرة أخرى؟ تمام، كما اعتدنا المشهد خلال العامين الماضيين بأن الميليشيات والجماعات تنتقل من حلب، من الرق، بدأت من الرقة ثم دير الزور ثم حلب، نعم، والعديد من المناطق السورية. أستاذ عمرو، التعديلات التي قدمتها روسيا على مشروع هذا القرار، هل ترى أنها مناورة سياسية لكسب أو لتضييع المزيد من الوقت، وأن نهاية هذا القرار كسابقه سابقة القرارات أن حق الفيتو سيستخدم من قبل الجانب الروسي؟ يعني الفيتو سيستخدم من الجانب الروسي حال توجيه اي اتهامات للنظام السوري بارتكاب اي مجازر في منطقه الغوطه الشرقيه، يعني هذا دائما ما تدافع عنه روسيا او تدافع روسيا عن سوريا في هذا الاطار، هي ترفض توجيه اي اتهامات لنظام دمشق، يعني ما تتحدث عنه روسيا يعني هي ليس لديها اي مشكله في ادخال مساعدات، هل هي ستحاول ان تكسب المزيد من الوقت لتحديث العديد من الانتصارات على الارض في الغوطه الشرقيه؟ اعتقد ذلك، يعني انا معك في هذا الطرف. هل جاءت دعوه الاتحاد الاوروبي لوقف اطلاق النار في الاراضي السوريه، هل جاءت متاخره بعد الوقت في رايك، وما مدى تاثير هذه الدعوه على يعني الوضع؟ ده سؤال اخر اتفق معك فيه. هو فكرة دايما ان الاتحاد الاوروبي يعني اصبح يعني مثل القوات الشرطه في الافلام العربي القديمه، يعني بعد مقتل، بعد القيام بارتكاب الجريمه او السرقه، من هنا يعني تاتي قوات الشرطه، يعني بعد كل هذه العمليات، يعني قرر الاتحاد الاوروبي وقررت الامم المتحده وقرر مجلس الامن ان يتناولوا الوضع في الغوطه الشرقيه، يعني اين هم من اليوم الاول؟ نعم، شكرا أستاذ عمرو على هذه المداخلة التليفونية.
بدأت في العاصمة البلجيكية بروكسل فعاليات قمة زعماء دول الاتحاد الأوروبي. ناقشت القمة ظروف مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد وما يترتب على ذلك من تداعيات على مواطني دوله. كما بحثت القمة بمشاركة رؤساء مجموعة دول الساحل الأفريقي الخمس سبل تمويل قوة المجموعة المؤلفة من 4000 جندي من أجل محاربة الإرهاب بالمنطقة. من جانبه كشف رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أن الاتحاد الأوروبي سيقدم 50 مليون يورو إضافية لدعم قوة الساحل. أعلن رئيس وزراء فرنسا إدوار فيليب خطة من 60 بندا لمكافحة التطرف في السجون والمدارس والوظائف العامة وعلى الإنترنت، وأضاف أن الخطة التي تحمل اسم الوقاية من أجل الحماية والتي تعد الثالثة خلال السنوات الأربع الماضية تهدف إلى توفير المتابعة اللازمة للقاصرين الذين عادوا من مناطق النزاعات في الشرق الأوسط. أعلن المدعي الخاص الذي يحقق في التدخل الروسي بانتخابات الرئاسة الأمريكية روبرت مولر عن ملاحقات قضائية جديدة ضد المدير السابق لحملة دونالد ترامب بول مانافورت. ووجه مولر إلى المدير السابق لحملة ترامب 32 اتهاما جديدا من بينها التهرب الضريبي وإخفاء حسابات مصرفية في الخارج. ومن أخبارنا الرياضية، تأهل اللاعبان المصريان علي فرج ونور شربيني للدور الثاني لبطولة ويندي سيتي المفتوحة للإسكواش التي تستضيفها مدينة شيكاغو الأمريكية. وجاء تأهل علي فرج المصنف الثاني للبطولة بعد فوزه على السويسري نيكلاس مولر بنتيجة 3-1، فيما تأهلت نور شربيني المصنفة الأولى في البطولة بعد فوزها على الهندية ديبيكا باليكال بنتيجة 3-0. ختام الموجز، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.